السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اضغط الاشتراك ولايك ونكمل الحلقة. الحيرك تاعهم، الحيرك شرم ديرين بغاو تزاير تكلمت فيهم من حفرة حفرة لأخي وقع فيها أبا يحفرونا ويجسوا علينا. ربي شرا داير لهم، هم غارقين غير في روحهم يا ود حياة أبو وخويا. أبغى خاين معليش، المهم عندنا رئيس